يا عم عطوط اللي انت عامله ده، في حد ينام فوق السفرة؟ ايه يا عم انت في ايه؟ ايه المشكلة يعني لما انام في اوضة السفر؟ ما الحريم كل يوم بيطبخوا في اوضة النوم وبيستحموا في اوضة النوم وبياكلوا في اوضة النوم، يعني جت عليا انا لما انام في اوضة السفرة، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب دول الناس مش عارفين هما بيعملوا ايه، انت تقلدهم؟ ايوه يا عم بقلدهم عشان بكرة ان شاء الله ابقى ترند على برنامج التوك توك ويبقى معايا فلوس كتير وابقى وابقى غني جدا والدنيا تزحزح معانا بقى ونركب عربيات والدنيا تبقى زي الفل. ترند ايه يا عم عطاوت؟ اسمه ترند وبرنامج اسمه تيك توك، ولا يا صح؟ سيدي مش هتفرق، تيك توك توك توك، اهم حاجة يبقى معايا فلوس وخلاص، اصل انا بحب الفلوس قوي 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 قوي. تغور الفلوس تجيب قلة القيمة، تغور الفلوس تجيب قلة الأدب. يعني انا كده بقل قيمتي؟ يعني انا كده بقل ادبي؟ اه يا عم عطوط، يلا قوم قوم، يلا ربنا يهديك. ماشي يا حبيبي هقوم خلاص اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ضعيف؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده قبل ما ابدا معاكم الفيديو عايز اقول لكم حاجه، مالكمش دعوة بالفيديو اللي انتوا شفتوه في أول الحلقة، الفيديو دوت كان مجرد سخرية على فيديوهات الست العظيمة أم نور كفتة اللي كانت قاعدة بتقلنا كفتة في أوضة النوم، فأنا حبيت أوصل لكم رسالة، لما نطبخ في أوضة النوم أمال ننام فين؟ في المطبخ ولا في أوضة السفرة؟ النهاردة أنا جايب لكم مجموعة فيديوهات توريكم ايه هي السخافة وايه هي قلة الأدب اللي احنا بقينا عايشين فيها اليومين دول. تعالوا معانا نشوف أول فيديو للسيدة أم نور كفتة وهي قاعدة بتقلي كفتة في أوضة النوم، يلا بينا. أنا بعمل دلوقتي كفتة في غرفة النوم على فكرة، أقول لهم يا بنتي كده هنا هنا كده فوق 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 النور اللي بإيده يدفي ده، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي يا أم نور؟ تعملي كفته في اوضه النوم يا ام نور؟ ايوه طبعا يا جماعه عشان اغير المفرسين، اكدهم المفرسين هم تغل اللي بنار. بص انا بعمل كفته دلوقتي، بص بالرز اهي في غرفه النوم، بص اهو 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 اهو، هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو، هم التعامين علشان تعامين يقعدوا كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. ايه رايكم بقى في غرفه النوم بالكفته بتاعت غرفه النوم بتاعت ام نور؟ بصوا مع كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، ومهما قال ولا عاد ولا بيشغلني كلامهم طبعا عشان الناس ما تتسكرش، ولا في بالي ولا في خيالي، وانا ام نور وام دمور اللي بتطبخ في غرفة النوم. بصوا ايه رايكم في وبعد ما شفنا الفيديو الاولاني للسيدة ام نور كفتة وهي بتقلي كفتة في اوضة النوم، والست رهام سعيد طلعت صورت معاها وطلعتها على التلفزيون وشهرتها وعملتها ترند على القنوات الفضائية كمان، ما احنا اصلا كنا ناقصينك يا ست رهام يا سعيد. خليت الست اتجننت اكتر واكتر وراحت مطلعلنا فيديو جديد وهي بتقليلنا سمك في قلب اوضه النوم. يا نهار ابيض، هو احنا ناقصين زفارة؟ يا جماعة حرام عليكم، لما تقلي سمك في قلب اوضه النوم هما المفروض يا جماعه ان احنا ننام ايه؟ يا جماعه اوضه النوم ديت والله العظيم من واحنا صغيرين كانت بين المقطزات المنزليه، مفيش حد بيخشها الا عن النوم. اوعى يا ابني تطلع على السرير من غير ما تغسل رجلك، اول ما تقوم من النوم لازم تروق سريرك. النهارده السرير بقى زيه زي المصطبه اللي موجوده في الشارع، بنعمل عليها كل حاجة. يلا بينا نشوف فيديو أم كفتة وهي عمالة بتقلي السمك في قلب أوضة النوم، يلا بينا. بص بقى السمك اهو بتاع غرفة أم نور اهو، بص السرير اهو، بص أم نور، أم نور قاعدة في غرفة النوم بتعمل أحلى سمك اهو، بص اهو اهو، بص الجمال اهو، ده هو ده يا عمنا ومحدش يهمنا
انا ام نور وهاتيني يا ماما عشان انا ام نور العسليه اللي ميه ميه اللي مجننه الناس ديت. ايه خش على السمك بتاع ام نور في غرفه النوم يا نايس، خش عليه اهو 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 السمك اهو اهو غرفه ام نور اهو 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 ايه الحلوين اهو 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 اللي مرسلهم اهو. يلا يلا نخش بقى على الطاسه الثانيه يا جماعه يلا اوبا صلى على النبي الله. وبعد يا حبايبي ما شفنا ام نور وهي بتقلب كفته في قلب اوضه النوم، دلوقتي هنيجي بفيديو تاني وهو ايه بقى؟ ما كفهاش الست ان هي تنقل المطبخ في قلب اوضه النوم، لا قالت لا انا لازم كمان اقلب الحمام في قلب اوضه النوم، وراحت عامله السرير حمام، وراحت جايبه لنا حبه ميه في قلب طشت وقالت هتحمي فيها مين؟ لحد دلوقتي احنا مش عارفين هتحمي مين على السرير، بس انا اتوقع والله اعلم. لا يا جماعه ما حدش يقول لي ابو نور، لا 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 مش هنوصل للدرجه دي، ده هي ست طيبه لقت قطه من قطط الشوارع في قلب الشارع فقالت تحب تعمل خير وتحمي القطه وتنظفها عشان تربيها. ده اللي انا بتمناه ان هي تعمله، ما تفاجئناش بعد كده وهي جايبالنا معرفش مين ابن مين وتحمهولنا في قلب اوضه النوم. يا ست الكل والله العظيم احنا ما مستحملين تهزيق اكتر من كده، حرام عليكي بقى. تعالوا بينا نشوف الست العظيمه ديت وهي بتقضي حاجاتها في قلب اوضه النوم، يلا بينا. ازيكم يا فنزاتي عاملين ايه؟ بصوا استنوا المفاجاه بقى في اوضه النوم بتاعت ام نور، وده السرير اهو ماشي، وده جرد الميه اهو اهو بصوا اهو. خليكم معايا بقى وتفاجئوا انا هحمي مين على السرير بتاع اوضه النوم بتاعت فرساهم وجايداهم. واحلى تحياتي ليكوا يا قلبي. صور يا واد صور يا واد اوضه النوم يا واد. حبايبي يا فنساتي عايزاكم تفرحوا بقى وتتبسطوا وتضحكوا، انتظروني بقى خليكم معاه وانتظروني. وبعد يا جماعة ما شفنا فيديو التشت المشكلة بقت أكبر من كده بكتير، الست مستواها عالي قوي 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 والناس ابتدوا يطلبوها في الإعلانات. هوبا فوجئنا إن في بيوتي سنتر في قلب شارع شبرا جابها عشان تعمل له إعلان عن البيوتي سنتر بتاعها. تعالوا نشوف يا جماعة الست ام نور وهم بيليفوها وبيوضبوها عشان يعملوا الاعلان للبيوتي سنتر، يلا بينا. ايه الاخبار يا ام نور؟ عسل يا قلبي. وصلتي لفين؟ اقول الحمد لله عسليات عسليات. انزل برضه. بصوا دي مدام دينا العسليه مسكره بسكوتيه، بسكوتيه ممكن اكلها على فكره. هنسموها عليكم. والله بجد ممكن اكلها هي وبنتها بسكوتيه. وبعد يا جماعه ما اتفرجنا على ست ام نور بعد ما قلعت الحجاب ومسكوها وظبطوها وعملوها نيو لوك جديد وخلوها احسن من ميرلين ميرلو. فكروني بالمثل اللي بيقول الحلو حلو لو قام من النوم والوحش وحش لو استحمى كل يوم. والله يا جماعه حرام عليكم، والله يا جماعه كفايه بقى تضحكوا على الناس وتتاجروا بيهم، والله العظيم حرام عليكم كده. الادهى من كده كله ان زينا الست الفاضله ديت عملت كارثه اكبر من كده بكتير جدا. بس يا جماعه الموضوع دوت سر ما بيني وما بينكم، اوعوا حد فيكم يقول لاستاذ حلمي بكر عليه. الراجل ده يا جماعه كبير في السن وخلاص يا جماعه ما بقاش يستحمل البلاوي الزرقاء اللي بتتحدف عليه ديت. الراجل خلاص والله العظيم هيفطس مننا، وبالذات كمان يا جماعه ما حدش يوصل الخبر دوت لامير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر نقيب المتذكرين، عشان يا جماعه الراجل دوت عزيز علينا كلنا. والراجل ما صدق خلص
من الاستاذ حمو بيكا وبتوع المهرجانات طلعت له كمان ام نور وقالت ايه الست ابتدت تغني وان شاء الله ناويه بعد كده تطالب ان هي تخش نقابه الموسيقيين. يا نهار ابيض، هو احنا ناقصين يا جماعه يا جماعه، هما الناس دول مفيش حد راضي يوقفهم عند حدهم. يلا بينا نشوف السيده ام نور كفته وهي طالعه لنا باول اغنيه ليها، ويا رب يا رب يا رب يا رب ما تساعدوها يا جماعه وتخلوا الاغنيه دي تطلع ترند، لان احنا بقى شكلنا وحش جدا 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 جدا، حرام عليكم يا جماعه. يلا بينا نشوف الاغنيه. لو الكفتة عندكم اللي مش اللي هي لو الكفتة عندكم مش اللي هي مش اللي هي لو الكفتة اللي عندكم مش اللي هي لو الكفتة اللي عندكم لو الكفتة اللي عندكم تكلمتيني بيكا لا ثواني يا جدعان عشان ما تلوش لو الكفتة عندكم مش اللي هي تعالى خدها من الشبرا اللي عندكم لو الكفته اللي عندكم لا من غير ال لو الكفته عندكم مش اللي هي لو الكفته عندكم مش اللي هي تعالى خد الشبراوي بالراحه بالزيت عندكم مش اللي هي ايوه 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 هو اللي بيلخبطك. وبعد ما شفنا يا جماعه الاغنيه بتاعت السيده ام نور كفته اللي هتبهرنا بيها ان شاء الله وهتخليها نشد في شعرنا، والله يا جماعه نشد في شعرنا، حرام عليكي يا ستي، ارحمينا، في ناس عندها الضغط والسكر والقلب، والله هموت منك، كفايه كده بقى، ارحمينا بقى والله حرام عليكم. في خبر تاني يا جماعه انا اسف يا جماعه، انا اسف والله العظيم ما بقيت عارف اتكلم، والله يا جماعه ما بقيت عارف اتكلم، الكلام بقى بيقع مني. المصيبة كمان في الخبر اللي جه على لسان ام نور بتقول ان في منتج كبير جدا اتصل بيها وعرض عليها بطولة فيلم ان هي تطلع مع البطل وتمثل في قلب الفيلم دوت. يا نهار ابيض، دي ابتدت تخلص على البلد كلها يا جماعة، حرام عليكم. استاذ اشرف زكي مش مستحمل نقابة المهن التمثيلية، والله العظيم كمان هي كمان ما مستحملة، حرام عليكم. مش كل واحد عايز يتاجر بناس يبلينا بيهم ويقعد يطلعهم لنا في أفلام ويطلعهم لنا في قلب مسلسلات عشان يجيب شوية فلوس وعشان يضحك عليهم ويضحك الناس عليهم، حرام عليكم بقى، حرام عليكم متاجرة في مشاعر الناس، حرام عليكم. ودلوقتي هوريكم بقى المهزلة الكبرى اللي عملوها حريم مصر، أو أنا آسف مش هقول حريم مصر، بعض الأشكال اللي على شاكلة أم نور وعايزين يتشهروا وعايزين يعملوا زيها عشان يبقى عندهم فلوس كتير. تعالوا معانا نشوف الفيديوهات بتاعت الحريم اللي حبت تقلد أم نور والكوارث اللي هم جم يعملوها. يلا بينا. حبايبي عاملين إيه؟ النهارده كده أنا أهو قلت زيت من المطبخ، صراحة المطبخ ضيق وخلاص خنقني، قلت اعمل زي ام نور بقى اطبخ على السرير. تعالوا شوفوا بطبخ ايه. اهو بطبخ مكرونه. ام يوسف جت تطل غلبت الكل. ام نور مين اللي بقلدها يا ولاد؟ انا ما بقلدش حد. رقم واحد يا ابني انت وبس، رقم اتنين ليلي الفارس. شايفين اوضتي، شايفين تومي، شايفين فلفلي. يلا بقى نطبخ مكرونه بشاميل في قلب الايه، بقلب الدولاب. انا منور اللي بتعمل الملوخيه اهو قاعده عادي في الليفينج. ومنور وبصوا بقى اهو 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 الفراخ اهو، شايفين؟ بصوا اهو اهو اهو. صباح الخير، بحب اعيش اسعد لحظات حياتي وانا قاعده بشرب قهوتي على الريحه، حاجه جميله جدا على الريحه. فنزاتي اتفضلوا قهوه على الريحه. ودلوقتي يا جماعه عايزكم تقولولي ايه رايكم
في الفيديوهات اللي احنا شفناها دلوقتي ديت للستات اللي كانت عايزه تقلد ام نور والكوارث اللي هم عملوها بنفسيهم. شفتوا الست كانت حاطه انبوبه البوتاجاز ازاي على السرير وحاطه فوقيه ميه بتغلي وجنبها عيل صغير؟ طب يا ستي الباجور دوت ولا الانبوبه ديت لو وقعت على السرير هتعملي ايه؟ هتلحقي الميه اللي بتغلي ولا هتشيلي الانبوبه المولعه ولا هتلحقي تشيلي ابنك؟ والله يا جماعه حرام عليكم. والست التانيه اللي النيش بتاعها اتدغدغ وهي قاعده عماله بتقلد في ام نور وبتتريق عليها، والله يا جماعه عيب كده. ولا الست التالته اللي قاعده بتشرب لنا فنجان القهوه في قلب الحمام؟ يا ستي حرام عليكي، والله قرفتيني من القهوه، والله ما هشربها تاني ولا هبص لها ولا هشم ريحتها حتى. اتقوا الله فينا بقى وارحمونا، مش كل واحد عايز يعمل شويه فلوس يطلع لنا بتقليعه جديده. وعلى العموم يا جماعه اتمنى ان تكون الحلقه دي عجبتكم، بس قبل ما تغادروا حاولوا تعملوا مشاركه وتشيروا الفيديو وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. باي باي.